يومية أن فلان دخل في جسمه جن، فلان دخل في جسمها جن، فلان وفلان أفسد علاقتهم جن، خلى المرأة ما تميل إلى الرجل أو الرجل ما يميل إلى المرأة. هذا كلام لا نصيب له من الصحة. أنا ألفت نظركم، هذا الشعب شعب طيب، شعب طيب عنده براءة وعنده طيبة وعنده تمسك بعقيدته. هالدجالين يستغلوه، احذروا ذولا الدجالين، ذولا لا عندهم دين ولا عندهم خلق، وما يهمهم أن يحرقون الدنيا في سبيل أن يحصل لك كم فلس. نبهلي شوي زين، اتقوا الله فيهم، هذولا هذولا أنقص من الخنازير والله. نبهلي شوي زين، لأنه هذولا يلوثون أمة، يلوثون البيوت، البيوت الأسر المجتمع، يحولوه إلى مجتمع مملوء بالعقد وبالأمراض. بدلا من أن يطردوا الوهم، بدلا من أن يقولوا للناس أن هذا على فرض وجوده الله عز وجل جعل لنا موانع، لا، تعال أنت عندك هذا الجني وأنا ما أطلع منك إلا بأسلوبي الخاص، أكتب لك شيء معين، جيب فلوس، نعم، وجيب ما أدري شنو، وسيارات الأمر يختصر على الفلوس، وصلت للأعراض. أنت شايف هذولا؟ هذولا أناس لا غيرة ولا كرامة ولا دين ولا خلق، ما قعدهم شيء يمنعهم من هذا، نفوس شريرة مملوءة شر، احذروهم، اتقوا الله، استعينوا بالله عز وجل، استعينوا بالله. الإنسان المسلم يأخذ القرآن الكريم، القرآن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخاطب واحد من الجن يقول له دولة ما إلك عليهم سلطان، حرام الله عز وجل يجعل لكيان غير كياننا سلطان علينا ليؤذينا، حاشا لله، ما ممكن هذا المعنى يتم. والله عز وجل وضع لنا ضوابط وأمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمرنا أن نستعيذ بالله من هذه الوساوس، وأخبرنا أنه لا سلطان له علينا. فعليه اتنبهوا، الطيبة اللي عندكم لا تخلون دول يفسدوها ويستغلوها، ها؟